احنا كلامنا واضح، الامر للسيد رئيس الوزراء، احنا مو قادة امنيين، احنا ممثلين للشعب، اوصلنا الرسالة. اذا كان الحل بتغيير قادة الاجهزة الامنية فنحن مع هذا التغيير، لانه الوضع بشكل الحالي لا يمكن قبوله، وذقار الان على صفيح ساخن، الارواح تزهق والنظام مفقود، والقادة الامنيين يعني هم جزء من هذا الوضع مع الاسف، يعني ياخذون عطوات عشائريه وكذا متخلين عن دورهم. نعم احنا مع انه يصير تنسيق وتنظيم وترتيب مع الشيوخ العشائري الكرام، لكن لابد ان ترى بعض المنفلتين لابد ان يروا النظام والقوه، قوه القانون، قوه القانون، ندعو لتطبيق القانون في ذي قار.